في البداية أرحب بكم أبلغ ترحيب وأصدقاء، متمنيا لكم سنة سعيدة مليئة بالصحة والعافية والازدهار والتقدم لكم لأسركم ولمهنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قابل أيامكم أفضل مما ولى، وأن يديم نعمة الاستقرار والأمن على هذا البلد وعلى قارتنا وعلى العالم يجمع. فعلا الوزارة أرادت لهذا اللقاء أن يكون لقاء، أن تؤسس للقاء سنوي مع الصحافة والمدونين وصناع الرأي في لقاء تفاعلي يؤسس لتقليد نرجو أن يستمر، نأخذ فيه ونعطي، ويكون له موضوع مما تمليه ما يمليه واقع الصحافة واقع البلد، هو أي موضوع يمكن اختياره ليشكل أو أي موضوع يشكل أهمية يستحق من خلالها أن يناقش على هذا المستوى وفي هذا الجمع الكريم من الصحفيين والمدونين وصناع الرأي. اختارت الوزارة لهذه السنة ومن وحي واقعنا هذه الأيام بناء على ما تلاحظونه من تصعيد في خطاب يتسم بالكراهية والتمييز، خطاب يحاول أن يفرق ولا يجمع، خطاب يحاول أن يزرع الضغينة والأحقاد بين الموريتانيين وبين أبناء البلد الواحد. ارتأينا أنه من خلال مسؤولياتنا كحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية أن نتحمل أو أن المسؤولية تملي علينا أن نواجه هذا الخطاب. بطبيعة الحال من أن نواجهه أول ما سنعمد إليه هم أنتم باعتباركم صناع الرأي، باعتباركم المكلفون بصياغة عقول هذا المجتمع، عقول الناس والأكثر تأثيرا فيه، للحديث عن دوركم في هذا وتحميلكم المسؤولية. وفعلا الديمقراطية وحرية التعبير مسائل مقدسة ولا يمكن المساس بها إطلاقا، لكن يجب علينا أن ندرك الخيط الفاصل بين حرية التعبير وبين ما يهدد أمن مجتمعنا وسلمه الأهلي. وبالتالي فدوركم خواتي أخوتي كبير ومهم في إنارة الرأي العام، في إدراك آليات وطرق التعاطي مع هذا النوع من الخطاب، خطاب الذي تدركون جميعا مضامينه، وبالتأكيد أنكم تحسونه وتعيشونه في واقعكم صحيح وحالات معزولة. ولا نخشى بحكم واقع المجتمع الموريتاني وما هو عليه من قوة الرابط الاجتماعي، قوة الدين ونشدان السلم، تعلق بمبادئ في مثل التعايش والسلم عبر القرون، أن يؤثر أن يكون لهذا الخطاب كبير تأثير. ومع ذلك علينا أن نكون حذرين، هناك دول كانت تعتقد أنها محصنة وفي النهاية وبجرة قلم وبحادثة عابرة انهار السلم الأهلي فيها وتحولت إلى بلدان أثرا بعد عين. وإدراكا منا لهذا الواقع أريد منكم معشر الصحفيين والمدونين أن تدركوا مسؤوليتكم التاريخية تجاه هذا الخطاب في عدم ترويج له، في عزله نهائيا، في إفشاء ما يمكن أن يعزز الروابط بين مكونات المجتمع الواحد، ذلك أن مجتمعنا عبر القرون
ظل متماسكا، وجود مظالم أو وجود نقاط ضعف أو نواقص لا يمكن أن تشكل مبررا للعمل على انهيار المجتمع. هذه المظالم وهذه النواقص وهذه المآخذ يجب أن تعالج ضمن مجتمع متماسك وقوي ودولة قوية، وهذا هو اللي يخدم الجميع. من أين تنهار الدولة؟ الضحية الأولى أولا الفئات المهمشة التي تشكو من هذه المظالم، وهذا شاهدناه في كل البلدان. منين ينهار السلم الأهلي؟ تساوى الناس كاملة في ذلك، وبالتالي يجب أن نعمل على ما يعزز التعايش، ما إبراز القيم المشتركة بين الموريتانيين وإبراز الروابط التاريخية التي تربطهم. وكأي مجتمع عرف تاريخيا بعض المظالم وعملت الدولة منذ تأسيسها كلها حسب جهده أنها تتجاوزها وأنها تشتغل عليها، وبالتأكيد أفضل هذا النظام وفي العشرية الأخيرة خلق ياسر من العمل على تجاوز هذه المظالم. كنا واضحين فيها وطرحناها على الطاولة وقلنا للجميع في الداخل والخارج أن ليس لدينا ما نخفيه، وأن أصدقائنا في العالم كامل إلى عادوا يبقوا يساعدونا، يجوا يساعدونا في هذه المشاكل، ما نطالين على الزغب ولا نجاحدينها ولا نلامينها، ومستعدين نشوفها كاملة في التعاون، بالتعاون فيما بيننا وبالتعاون مع أصدقائنا وأشقائنا، ومدركين عميق الإدراك أن هذه الظاهرة أنها هون في البلد اللي كبرت عن كدها، حتى ليس باعتبار أنها هي ما هي ما هي ما هي ما هي خطيرة ولا هي غير، باعتبار أنها ظاهرة عرفتها بلدان العالم كامل، والتفاوت الاجتماعي عرفته بلدان العالم كامل ولا زالت تعرفه في أرقى الديمقراطيات وفي أعرقها، وأن القضاء عليه هو بدعم تعليم، بدعم ترقية الطبقات الهشة والضعيفة بغض النظر عن لونها وثقافتها ولا اللون. يعني نحن لا ننظر إلى مواطنينا باعتبار ألوانهم ولا باعتبار انتماءاتهم العرقية، ننظر إلى مواطنينا كمواطنين لهذه الدولة، يستحق كل منهم على الدولة أنها ترقي، أنها تقري، أنها تداوي، أنها تأمنه، أنها ده هو النظرة اللي نملك. وندرك أن ذاك اللي تفاوت ناجم عن تراكمات تاريخية نحن ما أنا مسؤولين عنها ولا فينا حد أسهم فيها، يقير ده ما معناه أن ما نعرشوه متباركين نعرشوه، ولا أبذل أي نظام منذ الاستقلال إلى اليوم ما بذل هذا النظام في معالجة هذا التفاوت الاجتماعي، في معالجة ملفات الإرث الإنساني، في معالجة آثار الاسترقاق. هذا كامل كله طرحناه على الطاولة وتكلمنا فيه. المتاجرين تباركنا معاه نعرشوه، كلكم يدرك ما قمنا به في هذا المضمار في المجال الحقوقي، سواء في تسوية الإرث الإنساني اللي كان مطروح وكان مطروح بحدة، وكان يعتبر أنه حد لا مجرد الكلام عنه، يعتبر رواية يجب الابتعاد عنها. كسرنا الحاجز معها وواجهناها كدأب قيادة هذا البلد على أنها تواجه هذه المشاكل، وطوينا ملفها وانتهت. جاءت وراء ذلك هذه القضايا الأخرى، ونختار نذكر أن هذه الآثار الاسترقاق ولهذا اللي يقولوا لهم العبودية ما هو النظام الجابه الذي الحكام لحبوا، وقطع أنه ما بذل حد مثل ما بذلنا في تسويته. تصعيد والمزايدة على حساب سلم المجتمع وأمنه، حد هامه صادق النية في أنه يساهم فيه، يا الله يعاون. ولذلك دائما نعطيكم كمثال أن الخلطة كامل ينطار هذه القضية ذهية، ما في مرقاش قط أسهم في بناء مدرسة في بلدة من البلدات المناطق الهشة، ما فيه ممرض قط تطوع بيعطي ساعة من وقته لداوي ذي الناس في المناطق الهشة، ما فيه مقراي قط مشى وعطى ساعة من وقته يقري فيها تلاميذ المناطق الهشة، وبالتالي إذا كان يقري يعيطوا ويتاجروا بها ويقولوا بها عدلوا بها، ذاك اللي يبقوا يقير منين الحق الحقيقة ذيك الناس اللي في ذيك المناطق الهشة في أدواب في القصور في البيدات اللي محتاجة لا تجبر لها الدولة وكطرات لها الدولة. وهذه مسؤولية الدولة فعلا،
ولا تمنها ولا تقررها يقير بعد في الواقع اللي قط جبر الا الدوله. ما فهم حد قط ابنه مدرسه، ولا فهم حد قط ابنه طب، ولا فهم حد قط تطوع بساعه عمل، ولا فهم حد قط تطوع بساعه تقريه في دباين انه يشتي على الالوميه. ما فهم حد سمن هو يقير، فهم الناس تعيط، وفهم الناس تشوه سمعه البلد، وفهم الناس تدفع شر الخارج، فهم الناس تعدل من ذا تحيك منه المؤامرة ضد البلد الأهداف الشخصية. يقير بعد المعنيين الناس الضعاف اللي هي الباقية هون ما قد استفادت منهم، هو تعرف لا الدولة اللي يجيب لها تعليم الدولة، اللي يجيب لها الغذاء الدولة، اللي يجيب لها الصحة الدولة، اللي يجيب لها تمويل المشاريع المدررة للداخل الدولة، واللي هذا هو وذي مسؤولية الدولة فعلا. يقير ولا هي مقرتها، يقير بعد ذا هو الواقع. مزايدات تصل أغراض سياسية كلكم يدركها. يقير الدولة واللي مأكدة أنها لن تتسامح ودور تضرب بقوة كل محاولة المساس بسلم المجتمع له، ولا لاحقتها ما لاحق شيء فيه. لهذا منين يلتحق ما تلفهم شيء مع سوسعلي، معناها ما فهم شيء سوى شنو هو قد ينقبل منه يمس شكل مساس بسلم وأمن المجتمع ويسكت عنه وتموكوا به، والدولة ستتحمل مسؤولياتها بقوة وعن وعي وبمسؤولية. يقير لا يتظل مولي مدركين الخط الفاصل ما هامن الهامش الديمقراطية الحبوشي ولا هامن الحريات ما أمكن يلحقها شيء. يقير بعد مولي ما أنا مساومين على ما يمس سلم وأمن المجتمع له. وهون أحيي بقوة كل القوى السياسية اللي أدركت هذا وبادرت لأنها تتبارك تتعاون من أجل سلم المجتمع وأمنه، وأنه يحل مشاكله في جو من الأمن والطمأنينة والاستقرار، وأن زعزعة استقرار البلد ما هو أفضل وسيلة لحل مشاكله. وخالق ولا خالق بلد من بلدان العالم ما عنده مشاكله، غير ما يقدر يحلها ما هو جو من التآخي، جو من الانسجام الاجتماعي، جو من 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 من, من التضامن الوطني، ياك قد مواجهة المشاكل. يقير نزوع شر تهديد الأمن والسلم الاجتماعي ما فهم قوة في ذا البلد تقد تلغي الأخرى ولا تقد تحل محله، ولا فهم مكونة من مكونات المجتمع له مصيوب عنها ولا صايب عنها البلد، ولا مطلوب إلغائها ولا تهميش. مطلوب إن هذا البلد اللي عنده 3.5 ملايين من السكان أقل من اللي يتفرغوا، وعنده خيرات ما توفق مشكلته ما هي، وعنده مساحات ما توفق لأنهم ما متضايقين على التراب بهم اللي عندهم 1,200,000 كيلومتر مربع، ولا متضايقين على الخيرات بهم اللي شمامة كاملة ترفدهم أكثر منهم، هم شواطئ اللي غنية من أغنى الشواطئ في العالم بالثروات، هم المعادن اللي من أغنى بلدان العالم بالمعادن، هم مقدرات اقتصادية الأخرى اللي ما نفتركم فيها الليلة ذا كامل أكثر منهم. وبالتالي المطلوب شنو المطلوب؟ إحداث جو من 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 من, من الاستقرار نحن كحكومة ضامنينه ومتعهدين به ولا لاهي الحبوشي، ومن خلاله يدور يحقق النمو الاقتصادي المطلوب ولتتساوى الناس كاملة في خيرات بلدها وتجابر فيه. وبالتالي قريبا يعود ما فما تياها بلد الحد لا يمس استقراره. النتيجه الاخرى الطريق الاخرى اللي منعتين وحدين ويهدوا بها وحدين، اولا ما يقدروا يعدلوها، ثانيا مودي منين يلحقوها يعرفونها الى فاتري نشحوا فيها لا قدر الله هي خراب البلد. ذا كامل اللي كنت نسمي لكم المقدرات كل الدور شيء مد وتمشي به، وتجربه البلدان الاخرى شفتوا تعاد عندكم النفط الدور شيء مد تقوط تعود يلسيروا، كيف شفتوا في دول اخرى كانت نفطها حاكمته ومشيختوا اليوم راهي تسيروا مد اخرى. الى عاد عندكم غاز لا يتقبوا مادة أخرى وتتوحد فيها، أسماككم لا يتوحد حتى شمامتكم ومقدراتكم الزراعية تدور فيها مادة أخرى وتقعد فيها. باللي هذا هو اللي به اللي شعب ما قد يقوم انسجامه الوطني ولا قد يقوم هذا، لا مثلا لا تدور تجي ناس أخرى وتعدلها وفبلوا ونعرف أنه ما هو مسؤول. وبالتالي نحن كحكومة من موقع المسؤولية مأكدين أن لن نقبل أبدا بما يهدد السلم وأمن المجتمع، وداعينكم أنتم كصحافنكم كقوة سياسية أيضا من ورائكم أنهم يعرفوا ذاك اللي مسموح لنا نختلف عليه وذاك اللي ما مسموح لنا نختلف عليه. خالق شيء من حقنا نختلف عليه والاختلاف عليه إيجابي ومسموح به ويتواسى ويثري ويغني،
وخالق شيء ما مسموح بالاختلاف به هو ثوابت البلد، هو مقدساته، هو أمنه، هو استقراره. وأي مساس به من طرف أي كان فما حدود الديمقراطية، حدود الحرية، حدود ذا كامل لا يتوقف به دي ما تلفهم قد يصبح ما فهم بلد، ومنين يعود يصبح ما فهم بلد. هاي الأمور الأخرى كاملة أدوات ديمقراطية، وذا كامل ذا كامل أدوات لنمو المجتمع، لتنميته، للازدهار والرقي، غير ما في شيء مد ورا بركته. منين يشكل في لحظة من اللحظات انه يعود لا يعود ينعكس سلبا على المجتمع، الدوله ستتحمل مسؤوليتها. فهمتوا؟ وبالتالي المطلوب شنو؟ المطلوب ان اشاعه جو التاخي، اشاعه جو الحريات، ان نستفيد من هذه الحريات ايجابا، ان نستفيد من العمليه الديمقراطيه بشكل ايجابي، نعمل على تحقيق الطمانينه والسكينه العامه ونشتغل عليها كاملين، واننا نعرفوا. وهون يجي دوركم انتم كصناع، كيف قلت لكم، مصاغة للرأي العام الوطني، أنكم تعزلوا الخطاب الذي هو خطاب الكراهية، خطاب التمييز، أيا كان نوعه، من أي جهة صادر، رغم ما هو لا لون له ولا عرق له. خطاب الكراهية أهلو مجابرين، قلت مرات أكثر المرة أنهم يجابروا، وهون عليهم هم يجابروا بيناتهم، تجابر ناس أخرى بهم اللي بعقل واحد وبتفكير واحد وعندهم منطق واحد. وعزل هذا الخطاب اللي هو عزل كل خطاب تمييزي، كل خطاب عنصري، كل خطاب يقدر يفرق أهل موريتانيا بينهم، والله يجعل منهم يشكل مساس بأمنهم ولا سلمهم ولا استقرارهم. ودور الصحافة رائد، والمدونين رائد في هذا المجال، وأن نرتفع عن خلافاتنا السياسية من يعود الموضوع يتعلق بأمن واستقرار البلد. يعود الموضوع للأسف الأمور الأخرى من لنا ندور نجبر لها الوقت نختلف عليها اللي عندنا نبقوا يقير بعد. منين يعود الموضوع يتعلق بأمن وسلم المجتمع وطمأنينته وسكينته، يلا نرقبوا عن خلافاتنا السياسية، ونعرفوا أنه ما هو موضوع الاختلاف، ولا هو موضوع مسموح لنا بنختلف عليه. يلا نعود وأيد واحدة فيه كاملين، كيف دول العالم كامل وكيف ديمقراطيات العالم كامل. منين يحسون فما يهدد أمن مجتمعهم وسكينته يعودوا أيد واحدة فيه. ما فهم تقدروا تشوفوا موقف الأحزاب عدة ديمقراطيات من الحركات المتطرفة كاملة، من اليمين المتطرف، الحركات المتطرفة، من تنشاف في الديمقراطيات اليمين واليسار يتناسوا خلافاتهم، يتوحدوا، يتحاكموا ليدين به، فما يشكل تهديد الأمن المجتمع وسلمه ومستقبله وثوابته وقيمه الجمهورية اللي يلتحكمه، وقيمه الديمقراطية اللي يشتغل عليها. وبالتالي أي شيء يشكل تعارض مع هذه القيم اللي هي القيم الجمهورية، القيم الديمقراطية اللي ارتضينا لأنفسنا أنها تحكمنا، يلا نعود أيد واحدة ضده كامل، أيد واحدة كسياسة، كحكومة، كقادة رأي، كفاعلين، كل حد منا من جهته يعود خالفته شامرها من ذاك القد، ياك انتموا بدولتنا وانتموا مجتمعنا وانتموا نوقفوا. منين نعودوا ذاك فلان وذاك فلان وذاك مسموح له به، ذاك مات له، وتتحدد علاقتنا بكل حد على ضوء هذه المعايير اللي هي. انتم ما تعود ذيك الساعه مات لحد لا يعزم عليها. يقير قاعد المجال واسع للسياسه، والمجال واسع للاختلاف، والمجال واسع ان كل حد قد يقبض، ما لحق السقف له. هذا هو اللي وراني أكره ما أكره، هو إعطاء دروس ولا التوجيه، يا غير اللي ماني في مقام ذاك، يا غير اقتضى الأمر. أن هذا بعد هو رأيي ورأي الحكومة اللي خذت تقدم لكم، وشاكركم على حسن إصغائكم، وحيلوا إليكم الكلمة. أولا صاحب المعالي، ما ترى عن تنقيد الحق الحاجة تخلي ياك نعرف الغث والسمين من ذا. صاحب المعالي، قانون الإشهار الناس كاملة تعيط به، علاش ما يأخذها إياك هذه المؤسسات الإعلامية الخصوصية اللي تنادي ما عندها باش تخلص، وهي ما عندها باش تخلص، ولا تسدد البث ولا تسدد شيء، والإشهار ينعطى بالطريقة ما توجه. صاحب المعالي، منين هو مشروع دار الصحافة اللي كان خالي وكان لا يعد؟ صاحب المعالي، الناس تباشر اليوم إن فيه توقعات إن تقدر تخلق زيادة في الإخلاصات، وكان خالق نوع من العمال ما يأمنوا فيها ولا يتوقعوها، ولو ما ضل 10 سنه ما قطوا جبر زياده. تعرفوا من هم صاحب المعالي؟ عمال المؤسسات الاعلام العموميه ما قطوا جبر زياده. صاحب الفخامه ردها الرؤساء مجلس الاداره
ورؤساء مجلس الإدارة ما فهموا ذا، وإلى حد الآن عمال المؤسسات العلمية الإعلامية العمومية صاحب المعالي ما عندهم زيادة ولا يتوقعوا زيادة ولا يأملوا فيها اسوى جات المن وذش، وهذا اللي ما يخلق في إطار السلم الاجتماعي هذا سبب ياس المشاكل لهؤلاء الإعلاميين اللي لهم ياس من الزمن حاملين هذا الهم. والسلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لموضوع تنقيط الحق الصحفي أشكركم جزيل الشكر، وأعتقد أنه مازال الموضوع أكثر من شائك به اللي بعد نشتغلوا على البطاقة الصحفية، وحسب البلغوني الإخوة في لجنة أنهم قريب ويقير تنقيط العمل حق العمل الحق الصحفي مسؤولية الخلطة كاملة، ما هي لا تتوقعون وزارة الثقافة أنها لا تجي وهي تقعد تقول من هو صحفي وذاك صحفي وذاك ما هو صحفي، لكن يستحق أنه يجبر. هذا عملنا كاملين مشتغل عليه كاملين في بلاده، أعتقد أن اللجان المختصة فيه تواصلت، وحتى نقاباتكم لحداية أعتقد أنها مازالت ما فات قدت تطرح معايير محددة ذاك يقير نشتغل عليه لنشوفه، مع أنه المعيارية فيه يا تعود أكثر موضوعية من هي فنية، والنقاش فيه مازال متواصل تحديد من هو الصحفي، وبالتعاون مع النقابات كشركاء وهذا هو يلا يعود. أنا بعد بالنسبة لي يلا يعود التصنيف نابع من النقابات ومن الصحافة نفسها، ما يعود لا ينتظروا من السلطان لا يتقعد هي لا يتعدل لهم ذلك، يلا يعود نابع منهم هما وتحديد معيار محدد للعمل الصحفي. بالنسبة للقانون الإشهار في لجنة وزارية فات شكلت ومتباركة مع دراسة آليات تطبيقه، وخاصة المراسيم المطبقة له وبعض الآليات اللي لا يتوالى ذاك، وأعتقد أنه توقع أنه قريبا إن شاء الله خلال هذه السنة لا يتدخل ندور لا نقطعوا فيه خطوات كبيرة. مشروع دار الصحافة من ضمن ذيك التوصيات اللي قطع عدلته اللي أنا يعني كيني جيت طلعت على ذاك الملف، إن شاء الله هم أكد لكم ندور ولا نشوفه نتقدموا فيه، ولا هي يقع أكبر مشاكلكم ولا يتعود غير بعد لا تعود كبداية شي يعود عمال مؤسسات الإعلام العمومي ما عرفوا زيادة في الرواتب ندور نشوف من يتعود ذاك مع مجالس إدارة، فعلا هي مؤسسات خدمة عمومية وعندها زاد هي مثلا معايير لإحداث الزيادة وعامل المردودية فيها أساسية، غير بعد من المواضيع اللي نقدر نشوفها مع مدراءها ومع مجالس إدارتها منين يعود فهم ضرورة ذاك والله هم شي قد يصح فيها، منين يعود هم أفصل فيها الناس الدور لا تنشب ما فهمها. لا أعتقد أنه قبال طرح قضية المؤسسات الإعلام العمومي بهاي أنها حادة بدرجة هي اللي تخلي تعدل منها قضية، غير بعد ندور نشوفه في ذاك الإطار إن شاء الله، ومنين تعود فهم ضرورة ذاك لا يندرس ما فهم قابلين بعين الاعتبار أن الزيادة متعدلة غير ما هي حق إلى آخر قد زينة غير اللي حق لا حد منين يعود يشتغل يعود يخلص هو حق ذيك الحقوق المرتب قانون الشغل يقير انك تتعاقد على مبلغ وتعود فرض عليك في كل مرحله ينزاد لك والله تشاف ذاك متعدل الى خلق يقير تعدالك حق نظر لك حق روايه اخرى. شكرا. باعتبار ان دور المحامي مهم في هذا الموضوع خصوصا بما يتعلق بخطاب الكراهية والتمييز، نظرا إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين بمر التاريخ لعبت دورا مهما في السلم الاجتماعي من خلال الوقوف مع كافة سجناء الرأي مهما كانت مواقفهم ومهما كان لونهم ومهما كان، إذا نعتبر أن الهيئة الوطنية للمحامين لها تاريخ مهم بما يتعلق بمحاربة الكراهية والتمييز من الناحية العملية. مع الوزير أشرتم في الخطاب إلى خطورة الكراهية وأنا معكم في ذلك، والدولة الموريتانية من خلال
الترسانة القانونية، وخصوصا مصادقتها على الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري التي صدرت في الجريدة الرسمية 2014، تدل على أن فعلا فيه إرادة للقضاء على التمييز العنصري وعلى الكراهية. لكن أنا مهم عندي أن يوقع تمييز ما بين المطالبة بالحقوق والدعوة الكراهية والتمييز. حد يطالب بحقه ما ينقال عنه يدعي الكراهية والتمييز. حد يطالب بالتعليم كيف تشرطه، حد يطالب بالصحة، حد يطالب بالشفافية، حد يطالب بالأمور الوطنية المطروحة، هذا لا يعتبر أنه داعي للي ينقاله الكراهية. وبالتالي أنا منتهز الفرصة على الوجود الصحافة والمدونين اللي يقصلنا على رأي يفصلوا ما بين المطالبة بالحقوق أسوأ الصلاك اللي مطالب بها كانوا من نفس الجنس والله من جنس آخر، يا غير من حق وطالب بها حقوق، ولا نعود ولا اللي طيب حق نصنفه على أساس أنه متبارك مع الكراهية والتمييز العنصري. لا، هذا حق وأنا من عندي حقي نطلبه، وهذا الحق إذا طلبته ما يعطي نصنف ونشيطن على أساسه. وهذا يا للأسف هو اللي البعض انجرف فيه. أما الخطاب الآخر اللي يدعو الفتنة ويدعي الكراهية، هذا الحقيقة أنا معاكم فيه ومعاكم اللي قلتوا فيه، وفعلا الدولة الموريتانية من خلال الدستور، من خلال محاكم الاسترقاق، من خلال نص في الدستور على قضية الاسترقاق، هذه ثوابت صفحت موجودة مهمة، وقطعها قطعت مرحلة مهمة في المساواة. لكن تبقى الحقوق الأخرى اللي لا يتم يطالب بها، وأنا هون نختار من ذا المنبر ولأني طرح عليكم السؤال على أني نطلب على أن يميز ما بين المطالب الحقوقية وخطاب الكراهية والتمييز. بالنسبة أيضا أشكر الهيئة الوطنية للمحامين على موقف فعلا إلى جانب سجناء الرأي في الماضي، وإن كانوا ما كثروا عليها بعد خلال العشرية التالية، هم لا يعود لا يتعود رات منهم ياسر. أيضا نحن نتحدث عنه ما هو أصحاب الحقوق ولا هو المطالب بها، اللي ما محتاج قاعد حد يطالب بها، هي الأبواب مفتوحة، وأي حد عنده حق والله عنده شعلة يمحق، والله عنده باط تمنيات الباب مفتوح له، وانتم عايشين رئاسة الجمهورية عاتية أكبر بلد للوقفات المطالبة ببعض الأمور، أحيانا فيها اللي شي حق وفيها اللي ما هو حق له، يا غير اللي هو قاعد تكبرت كرش في الدولة دائما مفتوح له الباب. وبالتالي ياك ما هو نتكلم عنه، احنا نتكلم عنه خطاب كراهية، خطاب تحريضي، خطاب تمييزي، خطاب عنصري، يتكلموا مجموعات ما هي مسؤولة ولا عندها أولا مشروع سياسي واضح، ولا هي مقدمة للموريتانيين عرائض مطلبية، يا غير متباركة ذاك من الفلانيين وذاك من الفلانيين، ولا يتقدينا ربينات. كون نحن فينا فقر، والله فينا تخلف، والله عندنا مشاكل، هذا لا لون له ولا فئة له، حقق يعود في شي من الفئات أكثر من شيء آخر، ونحن نعترف به، ولذلك عدلنا سياساتنا على ذاك الأساس، وقلنا أن الفئات اللي قد تعرضت للاسترقاق أنها تعاني أكثر من الفئات الأخرى، وإن كانت الفئات الأخرى في هذا كامل، يقير بعد أعطينا الأولوية واعتمدنا سياسة تمييز إيجابي، وعدلنا ترسانة قانونية لمكافحة هذا، وعدلنا أيضا مجهود وطني تمثل أساسا في وكالة التضامن غير ما يحدها، المجهود التنموي للدولة كامل، والخطة الاقتصادية للدولة كاملة، والخطة التنموية للدولة كاملة تستهدف الفئات الأكثر تهميش والفئات الأكثر فقرا. وبالتالي هذا ما مختلف، خالق قصة شيء من الناس أخر معدر أنه عنده وصاية على فئة معينة، والله على جانب زر معين من الموريتاني، وانه يتكلم باسمهم وراه بعد ذاك منين يجب عليه الحق ما هو حق فيهم، اللي الموريتانيين بكل ديمقراطيه انطرحت لهم صناديق الاقتراع وعبروا عن من يمثلهم، ونعتوا ذيك الناس وانتخبوا بكامل الحريه في جو ديمقراطي وجو حر. واذا قلتوا لبعض الاجانب اللي جهون يتكلموا عن هذا، قلت لهم نحن بلد مفتوح، وذو الخطه اللي يتكلموا عنهم ما هم قصار،
ولا هم ولا عليهم حجر، ولا هم خايفين ولا هم طامعين، وفي بلد ديمقراطي، ونحن ما نبطوا ولا نحبسوا ولا خايف من أحد. هذا الخلطة لهم ما تقدر تعود يحانوكم انتم تجوا تكلموا باسمهم، يجوا هما يحتجوا يوقفوا يعبروا عن اللي عندهم كل وقت من يسمع شي عندهم في الحق ينعطى. يقير كاع الموريتانيين واعين واعين، وهما أخبر الناس في الخلطة لهم. راني ماني زايد عن ذاك، ماني مسقر بها. ويعرفوهم على حقيقتهم، ويعرفونهم ما هم بنات، وانهم ما هم عوامل بناء، هم عوامل هدم، والتجاوب معهم يتراجع. ولذلك ما يتخرصوا في الانتخابات الأخيرة، وإذا شرط له عدة مرات، الخطاب العنصري والخطاب المتطرف والخطاب ذا كامل شهد تراجع كامل. والخطاب الوطني، الخطاب اللي يبني، الخطاب اللي يقدم، الخطاب اللي المسؤول شهد أيضا تقدم وحقق خطوات أكثر القدام، بينما الآخر كامل بدأ يتراجع. هذا يعطيك أن الموريتانيين أنهم واعين ذو داركين ولا ما خيوف عليهم، وأنهم ما هم آلفة يتحد، وأن ما يمثلهم ما هو ذاك اللي قررهم أن يعود يمثلهم، وبرلمانهم مفتوح والناس انتخبوا ذكية. لين يعود حد آخر الصلاح يجي هامو يفريا كذا كامل، وهامو هذا ما يقد ولا له يسمح له بها. والثانية هي هو العين عليه، هو دور الناس تحصن ضدون دور الخطاب وينعزل. والمطالب اللي حقق منها في العهد ما قد تحقق سابق، والحقوق اللي نقبل منها بعين الاعتبار وتم التحقيق منها في الفترة اللي هي فترة نظام الرئيس محمد عبد العزيز ما قد تحقق سابق، ولا هي مشعرنتنا ولا هي مثقل علينا. ونحن بالعكس نحن هون نعتبر أن النظام منتخب وأن جايين لخدمة الناس، ولا عندنا كاردين بهم هون ننتمون نخدموها ونحقوا لها في الدور. شكرا جزيلا. فعلا الخطاب الكراهيه لاحظناه تنامى، غير ملي يلا نعود عندنا من قوه الشخصيه اللي نجري ذواتنا، خصوصا انتم كحكومه والحكومات المتعاقبه موريتانيا من 92 كانت سببا مباشرا لهذا الخطاب من مسلتين. واحده ميعت الحق للصحفي اللي انتم الان تستنجدون به ليعينكم، فملئته بعشرات الاميين والامنيين. النقطه الثانيه عن نظامكم يتهم عن أثار هذه الضغينة، وصنع بعض من تشتكون الآن من جلده لكم. وكمثال سيد الوزير اعتباركم مثقف وحقوقي، لكن أعطيكم ملاحظة واحدة يستدل بها الخصم لعنكم. صنعتم مثلا الزعيم برامة، صنعتموه مثل واحدة لا نقولها لك عن يوم حرقوا الكتب التلفزه الموريتانيه اللي رسميه هي وحدها اللي حضرت، وطبيعي عنها اصلا منين يمشي لها حتى اسبوع ما جات، وهي جات نفس اللحظه وغطت وخرجت الخبر في نشره الثامنه. ثانيا تعاطي الحكومه مع الحدث تعاطي اكثر هو مغازله من هو ملف حقوقي، به للرئيس خاض يوم الجمعه متلثم وقال عليه تطبق الشريعه، ونعرف المسار اللي خلق فيه الملف عقب ان طلص الحريه مؤقته، واخذت له عند القضاء وعنده حريه مؤقته، واخذت له تزكيه اللي هي تبريز، ورشحته وعدلته منافس لكم، عدلته بالهم خالكم هو عن النص وخلق اللي خلق. ندرك انكم سيدي معالي الوزير تملكون من قوه الشخصيه، عدلته بالهم، رشحته يكسع المعارضه ما بيترشح الا نوع من بعد كولير يخرج والله شيء اخر. المهم هذا كلام الناس الاخرى، جاوبوا انتم بالطريقه اللي تبغوا تجاوبوا. احنا ما شجعنا حد على خطاب متطرف، ولا معدلنا هم ان ولا معدلنا هم من يخلق خطاب متطرف. بالعكس نحن هم اللي اشتغلنا على نطفو الخطاب المتطرف، نحن هم اللي اشتغلنا على ان نجفوا منابع التطرف، ونجحنا فيها الى حد كبير. والى عاد ما زالت لبقيه الاصوات النشاز اللي تسمعوا هون وهك لا 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 مبارك معها، وضمن هذا اللي قاله الحديث عن سيدي برام احنا ما عدلناه ولا نفاصلين في نعدلو لما اننا محتاجين له، وتعاملنا معه كمواطن موريتاني عنده ذاك اللي عنده الحق فيه عدلنا له، وبحسن نية في انتخابات 2014 الاعتيال عندك عطيناه بعد التزكية في اطار من طرف مستشارينا حزب الاتحاد النجم الجمهورية به ترشيحات مستقلة، والمستشارين عند الاحزاب والمعارضة باو يعطوه تزكيتهم، وكثرية المستشارين عندنا نحن وفاضلين ورانا،
وعطينا التزكية مع واحد واحد كامل جاني دور التزكية ذيك ساعة من نرى أنه مؤهل اللي أعطيناها له، والتلوين ما كان خاص به اللي كان ذيك ساعة فهم كان فهم الرئيس بيجر مترشح وكان الرئيس صار مترشح، وكان ما كان فهم ضرورة لتعدال شيء مثل ديش يخطع لي يقير وتوف ممارسة من القدر من وسع الأخلاق اللي طلبتني به أن نوسع الأخلاق الموريتانيين كاملين، وحد منهم بات المعارضة تعطيه قدعود قاعد كان عنده المستشارين ما كان ياسر حتى يقير بعدهم اللي قلنا أن ذاك اللي فاضل عنا منهم ولا اللي جانا كامل سبقوا فيه ودخل هو في ذاك الإطار. عقب ذاك هو مواطن موريتاني منين يخالف القانون يعني عنده الجهات اللي تحرك مكلفة بتطبيق القانون عليه، ومنين ما يخالف القانون الموري ما مرص عليه حد وله كامل الحرية، وبين مخالفة القانون والحرية المعطية لهم النوع فهم التفاعل المولي السياسي نحن عادة إيجابيين فيه ما سلبيين فيه. سيد الوزير، خطاب الكراهية انتشر طبعا مع انتشار وسائل الإعلام، من الواضح أن انتشار وسائل الإعلام والاتصال كفضاء مفتوح صار من هذه الممارسة شتى أشكال التمييز وإنتاج خطاب الكراهية سواء تعلق بصحافة المواطن أو التدوين القصير من داخل مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا السيد الوزير ساهم في انتشار الكراهية بمختلف أنماط العنف اللفظي والمادي منها الرمزي وسواء كان خطاب لفظي، لذلك لابد من ترسيخ ثقافة الحوار والقبول بالرأي المخالف. وهذا السيد الوزير يقودنا لعدة أسئلة مطروحة في حديثنا عن الإعلام ودوره في إنتاج نشر خطاب الكراهية، وهون تجدر الإشارة وميارتنا نجاوب بكل وضوح ومسؤولية عن مدى توفر المهنية الإعلامية التي تحترم الإخلاقيات وعن حدود الحرية والمسؤولية السياسية والاجتماعية وعن التربية والتوعية الإعلامية ومدى قبول الرأي والرأي الآخر. اتفق معك في ذا كامل ما يتعلق بالترسانة القانونية، نحن متباركين نذروها وفهم تفكير متقدم هؤلاء بتعديل قوانين خاصة بذله خاصة بيدي فهم الترتيبات الجزائية المطايرة في القوانين سواء تعلق الأمر بقانون التمييز أو تعلق الأمر بقانون الأم اللي هو القانون الجنائي، تعلق الأمر بقوانين أخرى قانون مكافحة العبودية، هذه كلها ترسانة قانونية مطايرة فيها قدر من الترتيبات الجزائية اللي عادة ما هي متركزة على جهة واحدة يا غير بعد نفهم تفكير جاد لدى الحكومة بأنها تقدم نص قانوني متعلق بشاعة معاقبة الذين يشيعون خطاب الكراهية والتمييز والتفرقة داخل المجتمع وإعداد نص خاص بهذا الموضوع. شكرا. أنا في البداية عندي ملاحظة أن بلد كيف قال الوزير أن الكتاب والصحفيين والمدونين هم صناع الرأي وهم المؤثرين في الساحة السياسية وهم جزء من الضمانات الأساسية لاستقرار البلد وحدته، ومع مستوى التواصل معهم ومستوى التفاعل معهم ومستوى التجابير معهم بالحجم الذي عبر عنه الوزير مبادرة لأول مرة وتفاعل سنوي، هذا ما هو ليالا مد بعد، هذا من الميزات ومن الكلام كامل نتكلم عنه البداية أن يالا عود مستوى التفاعل مع هذه النخبة اللي هي أكثر من مجرد لقاء سنوي في نهاية العام في لحظة الأنظار فيها مشغولة بدماس والله الدخول في الأعياد السنوية. المسألة الثانية أن نحن كإعلاميين لا ننتج خطاب الكراهية ولا نصنع التمييز، أساسهم من يفعلون ذلك وفي الغالب يجدون آذانا صاغية لدى الإعلام في بعض اللحظات وقد يمارسون ضغوطا كبيرة من أجل أن يمرر خطابهم الذي يحمل شحنة الكراهية، ويحاولون كذلك أن يفرضوا أنفسهم كواقع رغم ممارستهم للتمييز في كثير من الأحيان. معنى أن السياسيين إنين يحاولوا يرقوا خطابهم شوي ويعود مضبوط ويعود في اتجاه الصحيح، وذي المعاني اللي تكلم عنها الوزير واللي ما هي محل خلاف أعتقد حتى بين الأغلبية والمعارضة ولا بين الأغلبية والمعارضة والإعلاميين، يرقى خطابهم لهذا الطرح اللي وساه اللي هو أن يكون هنالك اختلاف مقنن وحرية متاحة ومحافظة على أركان الدولة واستقرار الشعب ومصالحه، ما لا يتعود قاع الإعلاميين جابرين شيء كبير يبثه للناس. وإذا استطاعت السلطة وهي الفاعل الأكبر داخل الساحة السياسية والمعارضة وهي في الغالب مفعول بها في كثير من نتيجة لميزان القوى أن
ينتج مستوى من التعايش يقضي على التمييز الحاصل. لن نكون أمام دعاة فرقة قادرون على نشر خطاب الكراهية، ولا مستثمر قادر على استثمار المآسي وهي شاهدة، حتى ولو كانت بالحجم الذي لا يزعج البعض، وإن كان كبيرا في أعين آخرين وطبيعي تكبر في عين الصغير صغارها، وقد تكبر في عين أيضا غير الموظف بعض نقاط الضعف، وتصغر في عين الممسك بالسلطة بعض مظاهر التمييز. ولذلك الكرة سعادة الوزير في مرماكم، أنتم معاشر الساسة إذا صححتم العلاقة القائمة بين أركان بين الدولة ومواطنيها، بين النخبة السياسية الحاكم منها والمحكوم، ستجدون إعلاما تنمويا قادرا على بث الثقافة التي أنتم تصنعونها. والإعلام لا أقول كالسوق يجلب إليه ما يروج فيه، ولكنه واجهة لما تنتج النخبة السياسية داخل البلد في كثير من الأحيان. سيد الوزير، تلتقون الليلة مع أكثر من 100 من المدونين والكتاب الصحفيين، ولكن يحس في نفسي أن من بين من وجهتم لهم الدعوة متابعون في قضايا سياسية، قد لا تتفقون معي طبعا في ذلك، وتقولون متابعون في قضايا تمس أمن الدولة، وهم الصحفيين المشمولين في ملف بوعماتو، لعلها شفاعة من هذه النخبة السياسية التي تلبت دعوتكم من المعارضة ومن الأغلبية ومن بعض المدونين الذين لا ينتمون إلى جهة سياسية معينة. لا نجد غصة ونجد مستوى من الانزعاج أن نشارككم نشاط بهذا الحجم دون أن تقدروا أن لدينا زملاء ينبغي أن يتمتعوا بحرية التنقل، وأن يتمتعوا بحرية الكتابة دون متابعة، وأن يتمتعوا بحرية التعبير عن آرائهم دون مضايقة. بغض النظر عن دعمهم لبوعماتو أو دعم آخرين ليحيى الحدامين أو مناصرة البعض لمحمد العبد العزيز أو جميل منصور أو محمد محمود السيدي، هذه آراء نتفق في أنها ينبغي أن تضبط بالقانون، ولكن ينبغي أن لا تجرب. طبيعة الصحفي أن يتفاعل مع الجميع، أن يتعاون مع الجميع، أن يتطلع إلى أن تكون علاقته قوية مع الجميع. من المعيب في دولة ديمقراطية أو ترفع الشعار الديمقراطية فيها أن يتابع على رأيه، حتى وإن اقتنعتم أنه أخطأ الليلة قدم دداه عبد الله نموذجا حينما سحب شكواه من سياسي. رجاء ساسة الأغلبية، اسحبوا الشكوى المرفوعة من الصحفيين، أو إذا كان من الدولة هو الذي فعلها أرجو أن يستمع إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. جزيلا، شكرا جزيلا. بالنسبة ل تفاعل مع الصحافة، بالنسبة للتفاعل مع الصحافة وما يعتريه من نقص، يجعود يجعود فعلا من المواضيع الدائمة تنطرح. غير بعد بالنسبة للحكومة، أعتقد أنها هذا اللقاء لبداية شيء، بالإضافة إلى اللقاء الأسبوعي اللي دائما عدم يعني نضمن الولوج إلى المعلومة للصحافة الوطنية والدولية اللي هون، وذا اللي أجهد يقعد خالق منين ينحسن فهم واللي شيء أكثر من ذلك. أنا في نقاش مع الإخوة في الوزارة قلت لهم أن بما أن درجة النقابات الصحفية على أنها في الثالث من مايو هي اللي تعدى النشاط، وأن لها خلو الوزارة عندها هذا اللقاء السنوي ويتم الصحافة هم اللي ينادونه في الترواميل، ياك عداك متبادل والله نادوا روسنا عندهم، لكن لا يبقوا فيه، المهم يخلق ذلك. وفرصة دائما للتفاعل. أيضا اللقاء الأسبوعي للحكومة اللي قرر فخامة رئيس الجمهورية، واللي كان أصلا ما كان معروف خلال الفترات الماضية ولا خلال الحقب الماضية، قال عاملين نقولون خالق شي شبناه جديد يعود، قال أنه في قدر من التفخار به. غير بعد فعلا اللقاء الأسبوعي للحكومة مع الصحافة، هذا ما سبق ذا النظام الضبط، وبالتالي الأنظمة الأخرى ما كانت، أنا أعرف أن علاقتها مع الصحافة ما كانت جيدة حتى. يقال بعدنا إحنا اللي أماسينا أن قطعنا وطيات مهمين في التعاطي الإيجابي مع الصحافة والانفتاح عليها.
وفي إلغاء عنها تحرير الفضاء السمعي البصري وإلغاء عنها العقوبات البدنية ورفع الرقابة القبلية عن ذلك المتعدد، غير يبقى على الرقابة البعدية للقضاء ولا الرقابة الذاتية للصحابة. وإيش بعد يعزز زيادة الانفتاح على الصحافة أكثر، زيادة التفاعل معها أكثر. إحنا بعد كحكومة جاهزين ومستعدين، لو أي أفكار فصدد مستعدين للتعاطي إيجابيا معها. بالنسبة لقضية الساسة ومن يصنعون الكراهية، ما نعرف الكراهية ما عندها فيها هي اللي تصنعها، هي اللي تنتجها، وهي اللي ساسة ولا صحفيين ولا هي فهم صناع الكراهية من أنفسهم. موجودين يقعد واحدين منهم في الحقل السياسي، يقعد موجودين منهم في الحقل الإعلامي، موجودين منهم في مناحي الحياة كاملة، بالتالي ما عندهم جهة واحدة هي اللي معدينها. ونحن بعد نحملوكم المسؤولية في الصدد، وأنكم تحملوا أنتم مسؤوليتكم وتعاملوا مع ثوابت البلد ومقدسات والمنطق لا مساومة فيه. ومن يصدر عنا احنا الشراء في الحكومة ولا في الأغلبية ولا في حسابنا يمس من أمن البلد والله استقراره، والله يشكل تحريض، والله يشكل عنصرية، والله يشكل أي شيء سوى شنو، داعينكم أنكم تعاملون بأشد ما يعاملوا به الآخرين. يقول مولي من يصدر عن الآخرين ما يلا تسكتوا عنهم، بهم اللي ما هم في السلطة، والله بهم اللي من المعارضة، والله بهم اللي معذورين، والله ما تعطوا عذر الحد فيها. شنتم يا غير طالبينكم انكم منين يعود صادر عنا نحن، والله عندنا فعل. انا شفت بيان المنتدى شيء من الكلام الانشائي، السلطه هي من يتحمل والحكومه هي من يتحمل وهي العدل الذو وهي المسؤوله عن ذا الجو اللي خارق الارض، وهي هذا شيء من الكلام الانشائي. يا غير منين احنا هم اللي اشعنا ثقافه الكراهيه وخطاب الكراهيه بتعدال وكاله التضامن، احنا هم اللي اشعناها بناء المدارس في ادوابه، احنا هم اللي اشعناها ببناء النقاط الصحيه، احنا هم اللي اشعنا خطاب الكراهيه بانشاء محاكم تحاكم حالات الرق الى عاد خالقه، احنا هم اللي اشعنا خطاب الكراهيه من العدل وترسانه قانونيه تجرم العبوديه، احنا هم اللي اشعنا خطاب الكراهيه منين عدلوا منين قبلنا ودسترنا قضيه العبوديه وجرائم التعذيب واعتبارهم جرائم ضد الانسانيه لا تتقادم منين. احنا هم اللي همنا ليلة، احنا هم اللي قاعدين الليلة متباركين حارب وخطاب الكراهية، ما انا معدلين بها السياسة. قال من موقع المسؤولية كحكومة مسؤولة في بلد ديمقراطي ظاهر ان من هذا يقير معنا جابرين حد يحكمنا ليه، جابرين معارضة منين تعود مصلحتها في انها تستر عليك تستر عليه، منين تعود مصلحتها في انها تطلع عليه تطلع عليه، ومنين تعود مصلحتها في انها المهم عندها لا يومنا على مستوى حزب الاتحاد تعدلنا ذيك الدعوة للمسيرة وطنية وطلبنا لها القوة السياسية كاملة الوطنية تجابر فيها كتعبير حضاري متمدن عن رفض الموريتانيين ككل، وكنا قدونا بقاو بها وحدنا ومكسب سياسي لا بقينا بها وحدنا. يقير قلنا ذي الرواية ذي هي نظرا لأهميتها، ما أن ما أن ما أن ما هامنا نبقاو بها وحدنا، هامنا نفتحوا لكل حد يسوى من المعارضة يسوى من أي شيء يبقي يساهم معنا فيها. ومنين خرص ولا مصالحنا نحن ذاتية وهمنا نحن القريب، إيه هو مكسب احنا هم الأولين بادرنا بها ويلا ننتهزوا الفرصة ونستغلوها. غير فتحناها لهم هم وقلنا لهم هاو جايين نشاركوا معنا، هذا بعد ما هوش يمشي متعاقبين عليه، هاو جايين يشوفون الموريتانيين أغلبية ومعارضة ويشوفون جماعة واحدة ضد هذا هو رانا في الصحة في التعليم في كل شيء عاد تبقوا مختلفين وعارضوا ما شاء لكم الحال انكم تعارضوا. يقر بعد هذا ما هاو جاي نفسروا شنو هو التحريض، شنو هو معنى التطرف، شنو هو معنى الكراهيه، شنو هو معنى مثلا فينا نوبه تتفريك موريتانيا نحن ما زلنا في هذا التحريض، كل حد يراعي فيه، كل حد يراعي، كل حد يعرفه. الكراهيه كل حد يعرف يفاصل بين خطاب يشيع الكراهيه وخطاب يرفض الكراهيه. تطرف كل حد يعرف حدوده سقفه ما فهم شي سوشن. احنا ما لنا متكلمين عن 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 ذاك اللي مطروح في السياسه الدوليه، احنا مطروح عن قضايا وطنيه بيناتنا نحن.
ما يخدم هذا البلد. ها ما يضع الموضوع خلافته. انتم كإعلاميين مهمتكم شنهي؟ مهمتكم انكم تحكموا العصا من الوساط وتوف؟ انتم قاعدة ما يضع يعود فيكم أولا. وتحكموا العصا من الوساط منين يعود فينا نحن؟ لا ترحمونا. يقير من يعود في الناس الأخرى مودي اللي قمزوا عليها بقى. تشيروا عليها. لا تعودوا هو معذورين وانتم معاذرينهم. وفي ذا قاعد فريق ذا كامل وفي الشيء ذا معهم. وهامكم نعود الحياه طريق صيره لاحن احنا قابلين نعود ايه الشيء ذا يقير بعد بين من موقع المسؤوليه ونفر علينا كسر رقبه يقير بعد مودي لا يخسر بين يديكم قاع بكم عز التحميل احنا مسؤوليه شيء ما هو حادثه ذي اللي خرجت يوم هذا في وزاره الوظيفه العموميه قد الدنيا واحد اخر مش اصدر بيان عن جماعه كنا نراها جماعه حقوقيه ونحترم هذا النوع لغات بعرض الحائط كامل طرحته عنها على زر ومشات تخلق نوع من التعاطف ملامة وما تزيدوش وهي ذكر زرقت عنها خلعت عنها جلباب المصداقية وطرحت عنها على زر هو اللي نختارون غير بعدنا احنا جانبنا منه متحملين مسؤوليته مستعدين له ومنين نقصروا فيه ماشيين عندنا الان قالت لنا ومنين نخطئوا فيه مستعدين نتحملوا مسؤوليه اخطائنا فيه ولا الى يجي عندنا بينا اللي همنا الاول والاخير هو الانسجام الوطني والاجتماعي والحفاظ على السكينه والطمانينه ياك البلد يتقدم وياك ينسى واذا كامل موحول فيه ما فيه اهله ما هم دايرين به المصلحه ومنين يعودوا دايرين به المصلحه راعي يدينا ممدوده لهم يتفضلوا اشتغلوا في بلد وتحقيق المصلحة ومنين نبقاو نحن هم اللي نبقاو اللوراء يقولوها عنا غير بعد أي حد هامته المصلحة يتفضل أيادينا ممدودة له مستعدين نبنوا معاه وعندنا مشاكل نعم عندنا مشاكل بقى ونتعاون على حلها وتو يقرر المشاكل بعد لا تنساوا أنها جاية ما كانت ما نحن بعد هم جبناها ولا نحن هم اضطرينا شكرا قضية الصحفيين لا منين نعودوا نحن هم اللي مقفين هم اللي مقيدين حريتهم قبضوا علينا ان طالصين هو في منه انت النيابه العامه والقضاء ذاك عنده طريق نحن ما النيابه العامه ولا القضاء احنا سلطه تنفيذيه ومنين تهاون نشكو من حد نشكو منه بعد ومنين تهاون نرفعوا دعوه عليه نرفعوا دعوه عليه ومنين تهاون نجد ما يبرر تقييد حريته والتحرير ونحركوا الدعوه العموميه ضده ونعدلوها وخلوا القضية مسائل القضاء تخلى عند القضاء إلين يشوف ما فهم رانكم اليوم سحبتوا انتم كنتوا زعمتوا مقيدين حرية واحد رايكم سحبتوا الشكاية اليوم ما منين كان مقيد حرية ولا انتم احنا ما كنا شاكين منه انتم ما كنتوا شاكين منه ولكم أربعة أشهر حابسينه احنا ما جينا متوسطين لكم لا ايه معناها ان الامور مسائل القضاء تخلى 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 عند القضاء ويا الله مولي نعودوا لا من ذا ما يلا نعودوا نشتغلوا على التدخل في المسار القضائي. اليوم تدورون ندخلوا كحكومه عند القضاء بها اللي فيها همكم يا قير الصبح منين تفوت نعدلها مره ما يكون فيها شيء نعدلها مره اخرى ولا تعود ما فيها لكم هم. اذا تاو تقولون ندخلوا في القضاء وان 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 السلطه التنفيذيه ما هي مخليه القضاء يعدل شغلته هذا هو الحل لا انكم الى رقب لكم هم في القضاء لا دور وشور القضاء ما هو عن طريقنا بين احنا من فوتوا تدخلوا فيه ما معروف حد وين تتين يعني وقفوا